مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل ونحن في الليله في معيه الناس الطباعه والشاعر عماد المتمة. تحيه لكم وتحيه للجمهور اللي انضم لنا مؤخرا. بنتحدث عن الطباعه والمطبوعات في السوشيال ميديا، يعني حركت كثير من المطبوع، حولت كثير من المطبوعات الورقيه لمطبوعات الكترونيه. الكتب والمطبوعات والقاري ممكن انه يتصفح الكتاب على موقع الكتروني عادي، صح؟ تتصفحه وتحمله كمان وتنزله وتطبقه. طيب احنا نعمل شنو عشان نستعيد انه الناس ترجع وتقرا من الورق ثاني زي ما كانت بتقرا اول؟ صعب والله، انا في تقديري صعب المساله، لانه دائما الحداثه بتعمل للقدام. يعني انت، انا ما بفكر لاولادي بعد 10 سنه او 20 سنه. الشيء اللي بيحصل ده شيء طبيعي يعني، لكن ده مش معناه انه الناس هتترك الكتاب. يعني الطباعه دي من الاشياء ما بتنتهي يعني ابدا، او ما ممكن الناس تستغنى عنها باي حال من الاحوال. يعني انت لابد ان تكون في مطابع. طيب شنو لابد من انه يكون في وثائق موجوده، لابد من انه يكون في اشياء مغروقه. انا شايف انه السوشيال ميديا هي يعني ثقافتها اقرب للسمعيه. انا استمتعت بالكتاب، كنت بستمتع بالكتاب جدا وبيديني معلومات كامله ومعلومات بيعيش خيالك يا ابراهيم. ايوه وبنمي خيالك، ايوه زي ما قالت ناهل، بنمي خيالك وبيديك مساحات اوسع انك تفكر بشكل جيد. صح. وبوريك كيف انك تتاليف وكذا وهنا. اما السوشيال ميديا لو جينا عباره، ما في زول بيتحمل له 15 او 16 سطر يعني في السوشيال ميديا. بالضبط. ومسكة الجوال دي طبعا مملة شديد، لأنه في كمية من الحاجات تقدر تمشي بهنا، تقدر يعني عالم، يعني ما بتقدر تركز في الكتاب. في الكتاب يعني ممكن الكتاب اللي انت بتقراه من الورق بتقراه في 3 يوم مثلا 3 يوم، هنا بتقراه قريب اسبوعين في الميديا، في اي في الميديا. وطبعا يعني انت هسه لو لاحظت في اوروبا، في الافلام، في الزول اللي بيسافر برا، الاوروبيين رغم التقنيه الحاصله دي، الواحد لما يجي يركب القطر ولا يركب الطياره ما لازم كتاب، يكون معه كتاب. والله مصداقا لكلامك يا استاذ عفيف، مره برضو كنا يعني في سفريه كده برا يعني، وبعدين في المطار الناس، انا شايله تلفوني وبفتش في الواي فاي ودار اخش الواتساب، الناس دي كلها شايلين كتب. والله خجلت قد ما فتشتها، ما لقيت في كتاب ولا في شنطه بجد، يعني بحاجه مخجله. وبجد هم بيتابعوا، تلقاهم خدتوه لما قفلوا الكتاب ويهتموا جدا. احنا في الشرق الاوسط بشكل عام مبهورين بالمساله بتاعت السوشيال ميديا دي والمسائل، لكن الاوروبيين لا زال الواحد فيهم الكتاب عنده حاجه يعني مهمه جدا يعني. والسوشيال ميديا للعمل، السوشيال ميديا للعمل، للعمل اي حاجه. قلتوا ما زال بيقروا في اثناء السفر او ساعات الفراغ. اللي مضيع الناس الان هو انه يبدو لي الزمن نفسه الشغل اصبح غير كافي، لانك انت تقرا ولا تشوف. لا لانه وقت الشغل ذاتك انت بتخش فيه الواتساب، بتخش فيه الفيس، فانت جاري اربع. واليوم ذاته اصبح ما تعرف هل هو اليوم ولا نحن اللي انشغلنا زياده من اللازم. يا سهل تساند، تقول لي اخر مره قريت كتاب 200؟ كلنا والله طولنا شديد، ما بنكتب. والله انا بقرا الكتروني يعني، يعني لا ككتاب يعني ككتاب بتم بعد كم من الزمن. أنا لكن هسي في تشجيع من في محطات البص مثلا، بتلقى في مكتبه انت في وقت انتظارك ذا، احتمال كل ما يوم تجي تقرا لك 10 صفحات حتى البص يجي ترجع الكتاب ثاني. هي عندي ما ثقافه ها، هي ما ثقافه كويس، وهي يعني انا بعتقد انها تربيه. يعني نحن زمان مثلا بتقرا انت الكتاب المدرسي وبتقرا الكتاب الثقافي الاخر. أيوة. ومرات يكافئوك عليه لما تيجي تقرا وتلخص وتقول انا قريت وعندي وكذا وكذا. فعشان نرجع نحن ننشط المساله دي، اول حاجه انت ملزم بانك توفر الكتاب، وتوفره يا بالمجان او بسعر رخيص عشان تشجع المتلقي. الحاجة الثانية تكون المادة نفسها المكتوبة دي مادة برضها يعني يا فيها شيء علمي يا فيها شيء تراثي ثقافي، المهم تكون مادة جاذبة.
يعني مش اي كتاب الان الواحد بيقدر المحتوى ايوه في المحتوى بتاعك يكون جاذب لانه وقتك انت ضيق اصبح حتى الطفل عندنا الان وقته والله قد يكون ضيق صح يعني صحيح ايوه و تطور الحياه وسرعتها وكده هي اللي هي اللي فعلا يعني خليك تتنقل بسرعه شديده جدا ايوه هي اللي قللت من القراءه طيب نمو الحركه التجاريه بالنسبه للمطبوعات والكتابه اكيد بيتبع كمان حركه نشطه في الدعايه والاعلان انتوا بقيت تكلمتوا عن انه المطبعه الان صارت تشتغل حاجات ثانيه مثلا منها زي الحاجات الورقيه المقوى الورق المقوى بالنسبه لدعايات لاعلانات في الاعلام قبل ابراهيم تحت الهواء كان بيتكلم معي قال لي مثلا لاحظي احنا في القناه احنا ما بنتعامل بالورق الا يعني بناخذه اثناء الحلقه حاجه كلها بقت بالواتساب بالاجهزه يعني فكان بيقول لي يعني بقول لي الطباعه انتهى بقول ما زلنا احنا لسه كل ما هي تنمو حركه الطباعه بيتبعها حركه نشطه في الدعايه والاعلان لانه ما بس هي طباعه الكتاب لو جينا تكلمنا قلت لابراهيم الكلام ده انه في الطباعه اللي قبل تكلمنا عن انه البروفايل والبروشور والسي فيهات وطباعه اي حاجه في ناس طابعين الونسات في الواتساب ايه رايكم شفت التقنيات دي كيف واحد شايل ونسه الواتساب زي ما هي عامله كتاب هداه لزوجته انه هي قبل الزواج كان بتراسله كان بتراسله فاحتفظ بك كتاب هدلها يعني شوف لدرجه وين يعني يعني بتكلم بس عن الطباعة حركتها بتزيد في حركة الدعاية والإعلام صحيح هي ما بتنتهي نحن مقتنعين بالحكاية دي والدعاية والإعلام برضو يعني زمان كان في مثلا إعلان الطرق إعلان الجرائد إعلان التلفزيون لكن فعلا النهضة اللي حصلت في الميديا يعني زوته حاجات أثرت على أشياء كثيرة جدا لكن أثرت عليكم ولا طورتكم أنتم ما هو أنت لازم تواكب هسه جانب ده ما كويس يعني هسه أصبحت الطباعة داخلة في كلوا وشربوا ما عشان كده الغراء أصبحت ما في أصبح الهم دي كمان فرضت الكورونا يعني هي جات في كلوا وشربوا دي الكورونا دي ساعد برضو في ما فرضت الكورونا في منظمات بتقوم تراقب المنتجات وكل ما منتجك ده كان مغلف بشكل جيد كان في مواصفات مع انها مشكله بيئيه بالمناسبه أيوة. طبعا هي مشكله بيئيه والله اعاده تدوير أيوة. النفايات الورقيه يعني في مشكله يعني انت عشان تاخذ لك سندوتش في ورقه لا فينا في ورقه ثانيه وفي كرتون والبيبسي في كرتون يعني عموما اخف قدرا من البلاستيك طبعا احسن من البلاستيك بتحلل يعني لكن برضه وبتوريني المنتج يعني انا بستفيد منه كثير جدا في ظل وقت فيه ونحن بنتناول منتجات يعني فيها مزروعة مثلا فيها مواد ضارة يعني فيها مواد سامة لكن المنتج ده هو بوريني مدة صلاحية الانتهاء بوريني المنتج ده بيستفيد منه التغليف أنا نفسه ذاته تغليف المنتج نفسه إذا الطباعة خشت في المجال غير حولت أو تقدر أيوة حولت يعني فعلا كثير من المطابع غذاء فكري لغذاء حس على قول إبراهيم قال بالحبر زمان السندوتش لو فيه زيت ولو فيه شنو ورق جريده عادي من اللي بالجريده عادي انا بس كنت بليف عادي والقى الكتابه ملصقه في العيش لكن بس بخاف من اي حاجه ممكن تكون يعني دينيه ولا سامة حاجه سامة يعني سامة 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 والله كنا ولا جاتنا حاجه ما بيجيكم حاجه لانكم متوكلين انما الان ما تقدري تاكلي او لانه زمان البنيه بتاعتنا ذاتها كانت بتتحمل وتقاوم اما الان ما في مقاومه لحد الان سمك بدون جريده ما منه فايده والله وتلقى مطبوع تلقى في السمك ذاته مطبوع الكتابه الليله خبر التغنية جابت نوع من الورق انه يعني انت ممكن تاكل فيه ذاته ما يمتص ياثر عليك باي شيء الحبر ما يطلع او تحول اسي برضه في لو تلاحظ الجرايد خلوها بيجوا يشيلوا مخلفات اللي هو ما تبقى من الرول بتاع الجرايد الورق الابيض بيجوا يستعمل الان في المطاعم الورق الابيض اللي هو بالضبط لانه الرول عنده حد معين بيمشي في الماكينه اللي باقي ده ما بيمشي فده بيبيعوه للمطاعم اعتبار انه ايوه لف ورق لف بالضبط بيتباع الان وحتى في السودان بيتقصى وبعد ذلك بيتعامل له للسندوتشات والحاجات دي ما بتكون فيه احبار ما فيه اي مشكله تمام ابراهيم ما سمعنا حاجه شوف لنا نجمه ولا هشام يوسف والله كنت داير اغني لكم لكن طيب طالما في لا كنت اغني والله لا خلاص عليك الله للضيوف الليله واحده بس انا ذاتي تبت من الغنى مستني عماد المتمه لا يديني اغنيه لحين اليوم اغنيها ايوه نشوف الكنترول مجهز لنا شنو من الاغاني ونجيكم راجعين تاني ان شاء الله اريد
دبراها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت دي قالت جارة مجاوراها تجي شاي لو تجي مزاوراها وطلحف لاحتياجنا براها ونشكر سعيها بوراها ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت دي مما ربنا أنشاها ما بعد بغبينا حشاها حاشا الريبة ما بتغشاها ما قالوا لبس حاشاها ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت ضربنا بالجمال كفاها لا من قال قوام كفاها دل مسرور ميت تفاها يا حلاوة الكلام بفاها ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت سكوت من ميلاد موسكات جنوب بلاد نظيفة مظمين أولاد غردها عندي حلوة جلادة ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت تطلع صف سرور وجنانا طراف يا الكتار حسناتها طيبة عشر مي غلاتها ما سابت الشباب لبناتها ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت دي ما بتحسب علي كلية وتكرم كل من سب لي وأطوع من بناني لي واشفق من جنايا علي يا ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت دي ما قالت بقيت حب أوبا وتركت بوخة المحبوبة لو جاء من رياحة هبوبة بتحيي عروقك المهبوبة ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت ساك دمي الغبش المغبر حاد دامي لهفانا بور المادة دي اللي شباب دي ممودة ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت فاضي البال حلال جناب وما تغضبا لمسا شناب ولا يوم سوء تفاهم ناب ودل أمثال نتغناب ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت لو كان يوم حبيب واصل لي الكرم العريض يوصل لي منها قط خلاف ما حصل لي بس إذا عاجل يقوم صلي ست البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها ست البيت
ليه ما اشكر مطوعاني حافظ لمتعتي وحافظاني وحاوية من الأنوثة معاني ومهما أبقى مر بالعاني سد البيت بريد براها ترتاح روحي كل مطراها سد البيت الليل سد البيت تزيل الغمة ونور البيت بلاها ظلمة وكما أم بالزمة احترم عليها ما سمى سد البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها سد البيت أريد براها ترتاح روحي كل مطراها سد البيت. شكرا للفنان الشاب سد البيت. والله يا أخي سد البيت ما مقصر معانا أبدا يعني. وست البيت يعني قصيدة يعني مختلفة من باقي القصايد يعني. نعم. نادر جدا ما واحد يألف قصيدة لست البيت ولا كيف يا عماد المتمة؟ صح والله هي الأغنية جميلة والكلام كله ست البيت، كلام الشعر كله ست البيت، لكن بتختلف ست البيت ست البيت بعد ما تبقى ست بيت ست البيت ولا قبل ما تبقى ست بيت؟ ديك موعود انتخابية صحيح زي ما بقول ها؟ ديك موعود انتخابية قبل 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 احتمال هي ذاتها تكون ست البيت برضو كمان. ايوه ست البيت، لكن اصلا هي قبل 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 ما تكون ست البيت بتكون الكتابات يعني اقوى. بعد تجي ست البيت يمكن تقل، لكن هو الاستاذ مبارك حسن بركات قالنا له بعد ما تزوجت بعد تزوجت بقى ست بيت يعني. فدي ده الفرق هنا. ست البيت يا عماد بقت بنات صغار ممكن يكون عمرهم 18 19 سنه شايلين بيوتهم وبيوتهم شايلين بيوتهم وراعي ابوها وامها. ست بيت برضه بنعتبرها لا تحيه المراه اينما كانت يعني. لا تحيه والله بالذات في اليوم العالمي للمراه اليوم يعني. واشعار زي دي يعني بتنمي العلاقات حتى ترديدنا لنا احنا في المجتمع ترديدنا لها قدام ست البيت. أيوة بتعلم الناس ذات القيمه بتاعت ست البيت. شوف انا بقول في شنو يعني ما بيقولوا الكلام زي ده ما شاء الله. لا لكن انت سيد ست البيت يعني حسك ارجع ارجع للشعر العربي القديم. يعني جرير اليربوعي لما فارق محبوبته او زوجته قال بان الخليط ولو طوعت ما بانا وغطعوا من حبال الوصل أقرانا حي المنازل إذ لا نبتقي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا قد كنت في أثر الأضعان زافرة مروعا من حزار البين محزانا كصاحب الموج إذ مال سفينته يدعو إلى الله إسرارا وإعلانا يا أم عمرو خاطبه هنا برجع لها جزاك الله مغفرة ردي علي فؤادك الذي كان ألست أحسن من يمشي على قدم يا أملح الناس كل الناس إنسانا والبيت الشهير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. يا سلام تحية منافس الشاعر عماد يعني والله ما هي تجيب السيرة بتاعت الست البيت والناس اللي كتبوا كثير موجود طبعا ما شاء الله تبارك الله عليك فهي دي يعني القصائد الأشعار داير أضيف أضيف حاجة قبل ونحن نتكلم عن انحسار الكتاب الثقافة كثقافة عامة أشيد بالأستاذة الروائية الدكتورة ستيلا غاتيانو دي أعادت الكتاب هي من جنوب السودان هي سودانية طبعا لكن من جنوب السودان وعايشة هنا في الشمال وأعادت الكتاب الآن عملت مكتبات في الأحياء نحن نشيد ب متحركة متجولة ودعمتها منظمات يعني دعمتها منظمات دولية والآن يعني يمكن قبل أسبوع تقريبا تشيل الكتاب تقرأه وتخده يعني عملت مكتبات في الأحياء الأحياء مكتب في الشارع مكتب متجولة متجولة يعني أيوة أي زول عنده كتب مستغني منها يتبرع بها للمكتب بتاعت الحي ودي عادة تانية يعني شفنا جيل جديد من الجيل الراكب راسه زي ما قالوا أيوة. الآن بدأ يقرأ تاني يعني هي مشرفة دي خطوة ودي هذه التربية بتكلم عنها الأستاذ قبيل إنه نحن تربينا على كده هسي ده نوع تربية انه طبعا يسرت أيوة. هي طبعا كاتبه وروائيه وعندها كميه من الكتب ذاتها ويعني مشهوره على مستوى السودان ورجعت الناس ثاني للقرايه في الاحياء
تعمل مكتبة قدام بيت واحد من البيوت الأحياء برعاية تقريبا منظمات المجتمع المدني دي تقريبا هي المشرفة على المزرعة دي. بيجيبوا الشباب ديل تشيل الكتاب تقراه في البيت أو تقرأ تحت الشجرة ذاتها وترجعه تاني وهكذا يعني. ياخذ تحيه ولقت دعم كبير جدا يعني. أي طبعا احنا بالحياه من هنا والله يا والله من الناس يحزوا دور كبير. يا ريت تدعمهم على كل السودان. يا ريت تدعمهم الفكره على كل السودان. تدعمهم على كل السودان وده نوع من التربيه اللي انا قبالي قاصده. برضه كمان في المحطات لو الحكومه برضه ساعدت في انه تعمل مكتبات لكن ما تتشال تضمن كيف ما تتشال ما اعرف. لو ما تتشال ان شاء الله الناس بقت واعيه شديد جدا وداريه. نسمع قصيدة. طيب مدام جات سيرة البيت احنا نقول لست الكل جدا. الحروف حيرانة يمه كيف تسطر فيك قصيدة وكيف بتقدر توفي حقك توصفك يا أغلى ريدة يا فرح عمري وهنايا وبهجة أيامي السعيدة أي فرحة بعيشة يمه انت شريانة ووريدة حاشا ما قصرت فينا كنت شمعة تضوي لينا كل ما دنيانا تكسى تبقي واحدنا الحنينة نلقى كل الفرحة جنبك تملى أرواحنا السكينة إحنا نحن من عطفك شربنا ونحن بيحنك ربينا كل كلامك عافية منك ربي يعدل ليك طريقك تلقى كل الخير بصادك وصل شر يوم ما يصيبك أزرع الخير وابقى غامة للبعيد وجال لصيقك وامشي بين الناس غمامة أملى بالإحسان قليبك أمي يا فرحة حياتي ويا ملاذ روحي الشقية أمي يا دعوات مجابة رفعي يديك دي ملية عافية منك وراضي عنك وسط يوم بشوف أزية بيك كل أيامي فرحة واحة خضرو سندسية وبيك كل أيامي فرحة واحة خضرو سندسية. تبارك الله. التحية لكل الأمهات. التحية لكل الأمهات والتحية لأمنا خير التلماحي عبد الله. يا سلام. ان شاء الله ربنا يديها الصحه والعافيه. حي امها امك والمن توفاهم الله. الله يرحمهم ربنا يطول في عمرها يا رب. ان شاء الله. جميل. طيب لو احنا انتم طبعا دي تجربه كبيره جدا تجربه الطباعه في المملكه العربيه السعوديه والشغل هنا والنظام والتطبيق وزي ما قلت الاقتصاد المستقر وحاجات كثيره بتساعد على انه العمل يكون قوي جدا. اذا حاولنا ان ننقل نفس الفكره واحنا افكارنا دي اصلا في السودان موجوده يعني احنا بتنقصنا حاجات كثيره يعني ايش احنا سابقين للناس كثير لكن بينقص شنو السودان في مجال الآن بينقص شنو السودان في مجال الطباعة والنشر الآن شنو ناقصهم عشان إحنا أول كان نحن نتكلم عن إنه حاجة كانت موجودة وتدهورت كانت فيه وعندك مثلا المطبعة الحكومية من أقدم المطابع في السودان صح. وكانت مواكبة يعني أي حاجة جديدة بتكون عندهم اللي بينقص السودان في الطباعة زي اللي بينقصه في كل الإدارة الأشياء الأخرى والله شوف يمكن لانه المستثمرين نفسهم لو كان دخلوا في المجال ده بصوره كويسه كان قدروا يعني طوروه في السودان وخلوه يلحق الرقبه الامم يعني الان انا بعتقد انا شخصيا انه لو ناس يستثمر في الطباعه ان شاء الله حتى لو بس في الكتاب المدرسي لانه الكتاب المدرسي الزامي انك انت حتقرا وحتطبع فبدل ما يجيبوه من دور الجوار ويطبعوين ويطبعوا في ماليزيا وما بعرف في وين التكلفة تزيد كلها على وهتكون يعني القيمة اللي بيطبعوا بها خارج دي والله تجيب أحسن معدات ويطبع في السودان بأحسن الصور وبأجمله ويكون نحن شوف احنا شعب يعني متواضع لحد أنا ما أقدر أقول لحد الوضاعة لكن يعني ما بنسوق لنفسنا اولا ما بنبرز حاجاتنا بنرضى باي شيء يعني تجيب لي كتاب تصوره وتحط لي غلاف كده وتديه للطالب وخلاص انتهى الموضوع فليش مثلا نفس التكاليف اللي انت عملتها زيدها شويه وطلع حاجه جميله وخلينا نتعلم نحن ذاته يعني ننهض بنفسنا شويه ونرتفع لانه هسه في دول ما بتقبل باي حاجه ممكن الواحد يجي يقول لك لا دي ليه انا ما عايزها حتى لو طبعتها وكلفتها والله انا ما عايزها ما مثلا ما مناسبه معي بالضبط. وحتى لكن لو كلفتك احنا بنقول التفادي للمشاكل بس نقبل اي شيء احنا عندنا مطبعات التمدن من 1948 ايوه قبل الحرب العالميه يعني بمناسبه المنتج وجوده لكن لحد الان ما اتطورت بمناسبه المنتج وجوده المنتج
الجانب النفسي للطباعة مثلا الطالب اللي احنا دارين نرقبه في القراية ونرقبه في الكتاب نفسه عشان يقدر يستوعبه بشكل كويس. نعم. ضروري انه يكون اخراجه جميل يكون. أيوة. يعني في حاجة اسمها تطابق الالوان حتى في الطباعة اللي هي نحن بنتكلم عن طباعة الاوفست وما ما بتخلق يعني الكتاب المدرسي من الابتدائي للجامعة ما بيستغنوا عنها ابدا. فتطابق الالوان ده اللي هو الكلر سبريشن مع الكلر سبريشن انت بعدك بتجي تركب الوانك دي وتشتغل. لاحظ في السودان دائما الصوره بتلقاها مهزوزه في الكتاب. الهزه دي اللي هي شنو؟ طباعة كده على السريع اي كلام اي كلام عايزين يمشوا. فانت كل ما جودت الوانك جودت جبت ورق جيد اخرجت الكتاب بصوره كويسه يبدو لي بيفتح نفس الطالب ذاته جاذب يعني بكون جاذب. تذكر زيدان الكسلان بسم الله طبعا لكن شوف زيدان الكسلان مطبوع في ورق كان جيد. الان كتابي طب تطبعه بتشوف الكتاب اللي بجنب الصفحه الثانيه بتشوف الصفحه اللي انت بتقرا فيها. والله يا جماعه المساله دي ما مكلفه ده نتيجه لنوعيه الورق اللي بيستورد للسودان لانه ما هو دي برضه عدم امانه. نحن ما هو قلت لك مشكلتنا نحن في تسويق لا مش في التسويق في الناس نزعتهم. يعني انت مثلا عشان تجيب ورق من الكلفته او انك لا مش الكلفته وبس انت عايز تغنى انت لو لا تغنى بس المصلحه الخاصه والانانيه. يعني لو انا مثلا اخذت رست عليه المناقصه بتاعت اني اجيب كتاب ولا اجيب ورق للبلد بجيب اقل تكلفه بالضبط واشيل الباقي بجيبي بتخد في راسك السوق. فهذه المشكله تبيع بارخص تجيب ارض الاشياء اللي موجوده في الدنيا. ايوه وعشان تبيعها بارخص وتمشي. وعلى فكره استاذ ابراهيم انت عارف هنا عندك شريحه من السودانيين المبدعين جدا جدا صحيح في مجال الطباعه في الثلاثه مجالات الاساسيه في الطباعه الكتابه اللي في اداره المطابع نفسها وفي التصميم والإخراج وفي المونتاج اللي هو أهم قسم في المطبعة نفسها. اللي هو المونتاج دوره شنو في المونتاج دوره هو الـ 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 المرحلة منه بيقدم النسخة للراجع الكلمات طبعا عشان الفسخ زي الفسخ إخراج الكتاب إخراج الكتاب نفسه إخراج الكتاب نفسه ما أنت عندك عشان تمنتج اللي هو زي يعني نفس إخراج نفس إخراجكم أنت بعدين الحلقة دي مثلا بتشوف الخلل وين تشيل الخلل تمنتج. مش بيقول لك الكتاب باين من عنوانه؟ نعم. إذا دي الحتة الجبل كنت عايز أقول لكم بحكاية جمال الكتاب وجمال الحافظ. والله زي ما قال عفيف كل الناس اللي بيبدعوا في الشغل ده هنا هم سودانيين 90% ما شاء الله تبارك لا حتى نحن لما جينا لقينا هنا نحن في كبريات الشركات بتاعت الدعاية والإعلان وكبريات الشركات بتاعت الطباعة مدراء الإنتاج سودانيين والإنتاج ده هم العمود الفقري للطباعة نفسها. يعني طب شنو المقومات الأساسية اللي ممكن تدعم الطباعة؟ مقومات أساسية ممكن تدعم الطباعة في أي مكان؟ المدخلات نفسها. يعني إحنا عندنا يعني عندنا في السودان في مبالغة في أي شيء في الجمارك في الترحيل نفسه في الـ في الـ في الـ في الـ تقصد الآليات في التسويق نفسه. يعني أنا مشيت السودان. أنا طبعا يعني واحدة من الحاجات اللي أنا عملت شركة بتاع الطباعة في السودان لكن ما فتحتها. لكن أثناء ما بعمل في الدراسة أنا عرفت أن الورق في السودان بيتباع يعني هنا الماعون ده بيتقسم على أربعة في السودان. دي ما موجودة في العالم كله. يعني أنت أصلا الماعون بتشتري كابل يعني بتطبع منه والباقي بتخليه عندك في المطبع عشان يجي زول تاني تطبع عليه منه. فدي واحدة من الطرق بتاعت التسويق التقليدية جدا. يعني تجيب الماعون تقسمه على أربعة عشان تبيعه على أربعة تنفهم. والله حاجة مؤلمة. طيب النمو السكاني يعني مثلا احنا الان قول الرياض دي كانت مدينة صغيرة يعني او لسه السكان ما توسعت بهذا التوسع. الطباعة زمان على نمو سكاني مثلا بسيط بعد شوية النمو السكاني زاد او بقى اعلى بأسرع للطباعة فيك بانه انا مثلا اطبع اكتر اذا كان للجرائد اليومية وغيرها. وين كبير تكلمنا عليه انه الجرائد نفسها والصحف هي قللت اوراقها لكن بقصد النمو السوداني السكاني له اثر في الطباعة عموما. والله له تأثير طبعا. انت الليلة حتى الصحف الرياضية مثلا او السياسية في السودان بتطبع على حسب البيع بتاعه. اذا حس انه مثلا الرجيع كثير ثاني يوم ما بيطبع نفس الكمية بتطبع في نفس اليوم. لكن بالمنطقة مثلا ممكن ادي مبدأ عدد اكثر من ماده الكلاكلة. طبعا انت بتوزع. ايوه هي بتوزع المدينة على فئات
وبعدين ده خاص بقسم التوزيع ما انتم مش كده؟ نعم لكن ال لا لا لكن في النهايه النتيجه بتجي لصاحب الطباعه نفسها. بس في حته التوسع والنمو هي المطبوعات ذاتها ما ما في زمان مطبوعات اعلانيه مطبوعات ترويجيه لو تتذكر لحد عهد قريب بتلقي ناس في المساجد يجي شايل لك ما بعرف تم افتتاح كده وتم ده برضه نوع من الاوراق اعلانها اعلان ف يعني هي بحر في المنطقة اللي انت زي ما قلت التوسع والزيادة السكانية كل ما زادت انت بزيد كمان منشوراتك مطبوعاتك بس الان اصبح اهو عندك الرسائل الاسماس بدل ما امشي اطبع ورقة واجي اجيك فينا وزيها في الناس رسالة لألف واحد بتمشي في جزء بس الدعاية نفسها الدعاية نفسها احنا ما بنصرف عليها كثير في السودان يعني شوف هنا الشركات بتصرف على الاعلان يعني ايوه بيطبع يعني في شركات بتطبع ب 100,000 ريال يعني عندها شركات تسويقية متخصصة بتقدر عليك ما كمان لا الدية كمان يا جماعة في السودان في السودان ما هو المنتج يمكن ما يكفي يعني الطلب بيكون اعلى من اقل قصدك الطلب اقل لا الطلب اكثر من المنتج نعم فبالتالي انت ما بتحتاج تعلن ل بفتكر انها ثقافه يا عبد الرحمن هي ثقافه بس ثقافه اعلانيه يعني حتى اللي بيعلنوا مثلا بعض المنتجين في السودان لكن هنا في تنافس يعني بتلقي خذ المويه دي مثلا بتلقى 20,000 شركه عندها مويه فكل واحد بيحاول يبرز نعم وطبعا بالكلمات الجميله وفيها مبدعين يطلعوا لك كلمات حلوه منتوج يعني خلصنا الافضل والناس نحن في يوم من الايام كيف احنا نعيد التدوير بتاع والله نحن مستبشرين خير بالحكومه الانتقاليه دي وبالفتره الجايه دي وان شاء الله ربنا يهدي النفوس البلد تستقر البلد لو استقرت العالم الكوادر الموجوده دي هنا كلها تتوق لانها ترجع السودان غير كده العالم نفسه الناس يعني. كلها في الدول العالم دي كلها الان منتظره السودان احنا يعني احنا من يعني كنا بنفكر في 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 التجربه قبل دي لكن الان بقى الرغبه اكبر للعوده للسودان ولان تنقل تجربتك اللي انت في السعوديه دي للسودان ذاتها بكل التطورات الحاصلة فيها والله نتمنى ذلك يعني نتمنى أن الكفاءات كلها تمشي تنقل التجارب دي هناك لأنه إحنا هنا شفنا نظام جيد نظام جميل وكل الحاجات ماشية بسيستم ممتاز نتمنى أن كل الكفاءات تمشي هناك وتقوم تساعد ناسنا هناك النادي الأدبي بالرياض وبقية المدن في المملكة العربية السعودية برنامج منظم ومستمر على مدار العام يومها العديد من المثقفين وعلى الفكر وساتذة الجامعات إلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك في السودان يعني؟ هو النادي الأدبي طبعا في السعودية يمكن كان فكرة الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه 1975 يرحمه ونحن الوقت ده كان عندنا الجمعيات الأدبية وعندنا الأندية الثقافية ويعني المسألة في السودان موجودة اندثرت مع ما اندثر من الاشياء فهو يقول نحن كيف نعيد الحيويه للجمعيات الادبيه في الثانويه في المدارس الثانويه مثلا زمان بتيجي تلقى مثلا الانديه في الاحياء
الناس تتواصل واللي فعلا احنا بنتمناه فعلا يعني الكلام اللي احنا بنقول فيه ده كله النقل التكنولوجيا والحاجات دي للسودان والخبرات ما بتتم الا اذا السودان ده اصبح مستقر وما بيستقر الا اذا اتحدوا اهله جميعا ونسوا كل خلافاتهم وحاجاتهم واخذوا رواندا كنموذج للتسامح والتعايش. والان رواندا من افضل الدول الافريقيه وماليزيا من ما في بالزراعه. فنحن عندنا ربنا سبحانه وتعالى حبى السودان بالكثير من الاشياء والغريب في الامر انه حباه بعقول وبناس علماء وناس متسامحين. فعلامه الخلاف انا ما بعرف. فنسال الله سبحانه وتعالى اول حاجه انه يستقر السودان واذا استقر حتى لو نحن ما مشينا ب ب ب ب ب بال ما اكتسبنا من خبرات هنا والله دول العالم كله انا بتوقع يعني حتى انا عندي اتصالات بالقسم التجاري في السفاره الامريكيه هنا في السعوديه بيقول لك انه معظم الشركات الامريكيه منتظره الفرصه اللي تحول كل استثماراتها في السودان. جميل نتمنى فنتمنى ان شاء الله سبحانه وتعالى. عماد طيب نختم بخلي في قلبك اراده خلي في قلبك اراده مهما طول همومك بكره بتلاقي السعاده. اوعى تحميك العواصف اوعى تلعن لظروفك ولو ظلام الليل طواك خلي قلبك يبقى شوفك منه اوغد الف شمعه وبيه وخدر لجروفك وابقى واحد خير وجنه دانيه للاحباب وطوفك صارع الدنيا وظروفها ما في حاجه اصله سهله وامشي بكامل يقينك خلي بكره خلي ديما الخطوه ماهله ابقى عنوان للتحدي تلقى بكره الاها راحله وابقى ينبوع من مبادي منه كل الدنيا ناهله قاوم الزمن المعاند اصله ما طرد الهزيمه ابقى واثق من وصولك وخلي في جواك عزيمه ازرع الافراح في دربك ازرع الافراح في دربك وانزع الاها اليمه خلي غدرك ديما عالي سوي ليك في الدنيا قيمة وخلي غدرك ديما عالي سوي ليك في الدنيا قيمة. شكرا لكم كلكم قصيدة جميلة والله يا أخي. شكرا لك يا أستاذ. شكرا لكم كثير وأنا سعيد والله بوجودكم معنا في الاستوديو وسعيد بالحلقة دي والليلة عرفنا معلومات عن الطباعة معلومات كبيرة جدا وعرفنا رسائل عرفت الحبة السوداء واتمنى انه يعني نقوم بنعمل كل الرسائل دي ونعيد تاني تربية من قراءة الكتب والمطبوعات الورقية. تحية لكم جمهورنا الكريم ونحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ومتواصلين معكم بكرة وبعد بكرة وكل يوم في سهرانين. تحية لكم والتحية تاني مجددا للمرأة السودانية للمرأة في السعودية وللمرأة في كل أنحاء العالم. والتحية لك يا ناهد. أهلا بك وسهلا يا إبراهيم ودائما مجمل الحلقات بجميل كلامك إن شاء الله. نتمنى الضيوف يكونوا سعدوا معنا. الشاعر عماد المتمة شكرا لك. الأستاذ عفيف الدين بقاري في الطباعة شكرا لك. وعبد الرحمن حسن مهتم بشؤون الاجتماعية والطباعة أيضا شكرا لكم. موفقين إن شاء الله أينما كنتم نقلتوا خبراتكم للسودان. أعزائي المشاهدين دي كانت سهرتنا لكم لهذا اليوم. تقبلوا تحيات التيم العامل وفي سهرانين ناصر في التصوير وأحمد الريس في البس أيضا محمد حسبه في الصوت وسعدابي في المونتاج تنسيق الضيوف تجاني محمود والإشراف العام سعودية 24. تقبلوا تحيات الأساتذة المخرجين أحمد نجمة وهشام يوسف. تقبلوا أيضا تحيات كوميك وناهد وكان حيين إبراهيم بكرة بنتلاقى إن شاء الله بحول الله في رعاية الله.